والله معناتها بالنسبة لي مانيش متقلق من جروب، فما لكاليتي جوا موجودين معناتها في لبس عليهم، ناقصين شوية انسجام، شوية لحمة، شوية معناتها سيرتو معناتها الكورديناسيون اونتر في الجروب. أبار سا معناتها التوباني معناتها ما فماش حتى مشكل معناتها كبير اللي اعترض أن الإفريقي باش يكونش عنده نتائج جد إيجابية، فهمتي؟ هذا اللي أنا ما بيه، وإن شاء الله معناتها الأولاد يتبعونا معناتها في الخط ويفهموا معناتها شنو مطلوب منهم وشنو هو معناتها يلزموا يديوا في الملعب. با بلوس كسا الجمعة اللي عديت مع اللاعبين فما تجاوب كبير، فما أمور معناتها ممتازة جدا فهمتي اللي حسيت بها، لأن أنا من كتر غير لازم ندرنيير بالماتش قربة. الحمد لله ربي جابنا بصواب وكما نقول عديناها، لأن أنا بزوان دي فيكتوار في الماتش ترجع من جميع النواحي فهمتي. وتوا عندنا شويه وقت نزيدو نخدمو ونحضروا ماتشاتنا الجايه ان شاء الله. قلت والله ما عندك كيف مانيش فاهم ما عندك كيف ديما كل 11 سنه نجي النادي الافريقي تقريبا، النادي الافريقي عملنا ما شاك فوا فهمت لها حتى في الكاس افريقيا ديما ثلاث مرات نوصلوا الفينال وما كل اسف ما نجحناش معناتها باش ناخذوا اللقب فهمتي. صدفة مش صدفة، أما الحاجة اللي نعتز بها هو تم ياسر احترام بين جمهور نادي الافريقي وبيني أنا، حتى كيف ندرب الفرق الأخرين عمري ما حسيت كان جمهور نادي الافريقي متغش عليا ولا معناتها غاضب عليا ولا عكس، بالعكس معناتها ديما حسيت فما بقى ياسر رسبية وياسر احترام وهذاك معناتها حاجة نعتز بها. والله مستقبل النادي ما ينقص حتى شيء باش يكون النادي معناتها مكانته الأصلية معناتها الألقاب ومعناتها واللعب الجميل، أنا حسب رأيي ما فماش حاجة معناتها بطبيعة الحال، فما المشاكل شوية مادية اللي يتمروا بها جميع الفرق، ما تشوفش حاجة فما صعيبة معناتها باش النادي يرجع مكانته الأصلية، ما فماش حاجة كبيرة. جمهور من ذهب جمهور معناتها انا بدي معناتها الجمهور نشوفوا جمهور النادي الافريقي اول حاجه واول غايه بالنسبه لي هو كيفاش نرد الجماهير العريضه هذه، ورغم معناتها النتائج ورغم كل حاجه الجمهور ديما متشبت الفريق نتاعو يحب الفريق نتاعو ديما متعطش النتائج، وان شاء الله معناتها نفرحوا، لان بالنسبه لي كما قلت عده مرات بالنسبه لي انا ما عندي حتى مشكل، المشكل الوحيد هو معناتها اهم شيء كيفاش نفرح جماهير النادي الافريقي، وإن شاء الله معناتها نفرحوها معناتها في عقر الأجيال.